الصباح وبهجة هذا اليوم وفرحتها، وكما يقال الصباح السعيد يصنع سعادة يومنا وبهجة يومنا. هذا طبعا هو بقياكم مشاهدينا الكرام، فأسعد الله بالخير صباحكم أينما كنتم أنتم. سعادة لكل الصباحات الجميلة التي تجمعنا بكم دائما عبر برنامجكم صباح اليمن اليوم. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا صبري. بداية أسبوع جديد وجميل إن شاء الله. إن شاء الله أسبوع مليء بالخير وبالأخبار السعيدة والجميلة معكم مشاهدينا. أسعد الله بكل الخير والحب صباحكم ويومكم. حلقة جديدة وأسبوع جديد نبدأه معكم بكل الحب، خليكم معنا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ومسرور أنا وسمر طبعا بوجودكم معنا خلال هذا الصباح الجميل دائما بمتابعتكم لنا. وقبل أن نبدأ حلقتنا طبعا جولة من سريعة لأهم عناوين وفقرات هذا في خلال هذه الحلقة التي سوف نتناول منها الكثير من المواضيع الرئيسية وأيضا الفقرات المتجددة. وكما ذكر زميلي صبري مواضيع كثيرة ومتنوعة نناقشها معكم اليوم، أهمها أهمية معرفة أنماط الأطفال لاستثمارها. أيضا في فقرة حكاية أمجاد اليمن مبادرة يمنية خدمية للطفل. وفي المنوعات طرق للتغلب على الخجل لدى الأطفال. وفي الملف الطبي أيضا أهم النصائح للمحافظة على سلامة القولون. وفي الملف الفني بلقيس فتحي تتألق في إحياء العيد في قطر والكويت، ورابع المستحيل أغنية جديدة للفنانة اليمنية فاطمة مثنى. أيضا عمر ياسين وهاجر نعمان يحيون مهرجان ليالي عدن. إذن كما تعودنا بداية البرنامج الاتصال المباشر مع خبير الأرصاد الجوية رشيد العرقي، فاصل ثم نعود لاستكمال بقية البرنامج. خبير الأرصاد الجوية المهندس رشيد العرقي، صباح الخير، أتمنى أن يكون صباحك مميزا عبر الأجواء الماطرة. طبعا وصلتنا معلومات يوم أمس، يعني ما زالت طازجة أنه أو استمر تدفق السيول على بعض الوديان، وأيضا هطول الأمطار على بعض محافظات بلادنا الحبيبة. محطات الرصد الجوي كم سجلت درجة الحرارة وما هو الجديد في جعبتك خلال هذا الصباح؟ أسعد الله صباحكم بالخير أخي صبري، أحييك أنت وزميلة سمر وزميلة البرنامج ومشاهدينا الأكارم. وكما تم الإشارة إليه في حلقة يوم الخميس، فقد توسعت رفعة الأمطار في بلادنا خلال الثلاثة الأيام الماضية، وسكنت بعضها غزيرة رافقت العواصف الرعدية وتدفق السيول فعلا، وشملت 20 محافظة من محافظات بلادنا، أي جميع محافظات الجمهورية عدا محافظة عدن والحديدة. وكانت الأخضر في حبان وميفع ومرخى وعبدان محافظة شبوة، وفي الحوضان والعبوس والعروق ومديرة حيفان ومديرة سمايتين محافظة تعز، وفي سيون وكريم وشبام وغيب بوازير والقطر والريدة محافظة حضرموت، وحي الأصبحي أمانة العاصمة والعبوس محافظة لعب والربم والمدينة بالمحوين وذخيرة والسد محافظة تعب ومارب ومدينة صعدة وريمة وبرق العناب في القوف وصاب الاسود محافظة زماج. على الله سبحانه وتعالى امطار خير وسقيا بركه، والمؤشرات سوف تستمر هطول الامطار، سوف يتم هطول الامطار باكثر غزاره وبنفس التوسع خلال اليومين المقبلين، ولا تزال الاجواء حاره في المناطق ما الصحراويه والهضاب الداخليه وكذلك الداخليه، حيث سجلت اعلى درجه حراره يوم امس خاصه الحمى اثناء النهار 39.6 في سيئون و 35.2 في الحديده، وفي كل من الغيبه وسقطرى 34.5، وفي كل من عدن وعتق 33.3. طيب يا باشمهندس رشيد، هذه الاجواء والامطار ايش معها من تحذيرات للمشاهدين او للمسافرين خلال هذا الاسبوع؟ نعم اختي سمر، فعلا الاجواء سوف تستمر اكثر غزاره واكثر هطول للامطار وتتفق السكون، والمملكه الوطنيه للارصاد القويه يحذر الاخوه المواطنين لا يزال ويكرر من التواجد في ممرات السيول وفطول الاوديه وفي الشعاب والوديان وعدم المجازفه بعبورها اثناء وبعد هطول الامطار. ايضا سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبليه بنادي انهيارات صخريه وتدني في مدى الرؤيه الافقيه بسبب الامطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضه. اذا هنا لا نتهاون، ايضا التنبيهات تشمل ايضا كبار السن خاصه في المناطق الساحليه والهضاب والدلتا
الداخلية والصحاري من الارتفاع في درجة الحرارة، لأنه بدأت درجة الحرارة تتعدى 33 درجة مئوية في هذه المناطق، وبالتالي من لديهم أمراض يعني نقول عليها مثلا مرض أو سكر وما إلى ذلك. التجنب من البقاء تحت أشعة الشمس أو إلا لحالة الضرورة، الخروج عدم الخروج إلا لحالة الضرورة، أو أيضا الاحتمام من ساعات الشمس نقول عليها الحارة جدا. شكرا لك باشمهندس رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية، ونتمنى السلامة للجميع يا رب. شخصية الطفل هي مجموعة من السمات التي تجعله مختلفا أو حتى فريدا، هي عامل قوي ومؤثر في تحديد كيفية تفاعله مع المحيطين به وأيضا بالعالم في المستقبل. هي سمات لا يمكن للوالدين تغييرها، ولكن يستطيعون التعرف عليها والاعتراف بها واحترامها، وذلك بالتقرب من طفلهم وتوجيهه دينيا وسلوكيا وأخلاقيا لإعداده، وأيضا لوجود أيضا عقل يعني سليم وأيضا ذو شخصية ونفسية متوازنة. أيضا التعرف أيضا مشاهدينا على أنماط شخصية الطفل بيساعد في كيفية التعرف عليه وطرق التعامل معه، ويسهل أيضا على الأب والأم تحديد طرق التربية اللي تتناسب مع طفلهم، وبذلك بيتجنبوا كثير من المشاكل التي قد تعترضهم خلال تأسيس الطفلة. للحديث أكثر حول أنماط شخصية الطفل وأهميتها تنضم لنا في الاستوديو دكتورة مريم سمير، معالجة أمراض اللغة والكلام والصوت. مرحبا بك، صباح الخير وكل عام وانتي بخير. صباح النور، حضرتك طيب. أهلا فيك، نورتينا. أهلا بك. في البداية حابين نعرف إيش هي أنماط شخصية الطفل يا دكتورة؟ طيب، في البداية هنقول إن كل طفل بيتولد بطبيعة نمط مختلفة عن التاني، ما ينفعش يبقى اتنين في البيت نقول عشان هم أخوات أو قرايب ليهم نفس النمط أو نفس الشخصية. فبنلاقي كتير مشاكل في البداية إن الولد غير أخته أو البنت غير أخوها، أنا مش عارفة هم ليه هم الاتنين مش زي بعض. فبنتطرق للموضوع ده وبنقول إن كل طفل بيتولد بنمط شخصية، الأسرة أو المكان الأول للطفل هو اللي بيأهله النمط ده يتطور ولا النمط ده ينحدر ويؤدي بيه لشخصية مختلفة تمام. فإحنا عندنا مجموعة من الأنماط. أول نمط الطفل القيادي، بنلاقي طفل بيفرض شخصيته علينا من هو صغير، بيلفت الأنظار، إحنا بنسميه دماغه ناشفة، لكن هو ما بتبقاش دماغه ناشفة، هو بتبقى طفل طبيعته قيادية. لو حبينا نقنع حد في البيت أو أخواته برأي معين بنبتدي نديله هو الرأي ده، فهو بيبتدي يطرحه بطريقته فالناس بتلتفت ليه وبتنفذ أرائه. معنى القائد الصغير. بالضبط، ده أول نمط. من الأول هنتكلم عن أنماط وبعد كده هنتكلم إزاي نتعامل معه. تاني نمط الطفل التكيفي، اللي هو كده بنقول عليه تحطه في مكانه بتلاقيه زي ما هو، اللي هو ما غلبان يعني. مش غلبان على قد ما هو روتيني قوي، اللي هو لو هو بيذاكر كل يوم في المكان ده وغيرنا له المكان ممكن ما يذاكرش. لو كل يوم بياكل الاكل ده وغير الطبق بتاعه مش عايز ياكل فيه. فهو طفل تكيفي قوي، هادي، طبيعته هاديه جدا، روتيني، ما بيحبش يغير كتير، ما بيحبش الدوشه، ما بيحبش يشوف ناس كتير، دي طبيعته. الطفل الثالث الطفل الحركي الشقي، اللي طول ما هو قاعد مش قاعد في مكان واحد، بيقعد في أكتر من مكان. فالطفل ده إحنا ساعات بنتضايق منه، بنقول اللي هو شقي جدا، بيخرب في الحاجة، مش قاعد في مكانه، مش بيركز في مذاكرته، مش بيسمعنا للآخر، مش معايا. فدول ثلاث أنماط للشخصية إحنا بنقابلهم كلنا في بيوتنا. وفي كمان الطفل الهادي الكيوت قوي، مش التكيفي، لكن اللي هو متلقي، هو تقيل كده في نفسه، تحسه مثلا هذا الشخص الطفل ذو شخصيه مثلا انطوائيه. احيانا احنا بنسمي، ما احنا بنسمي مشكلتنا اللي احنا بنسمي المسميات غلط، اللي هو انطوائي او طفل روتيني ما بيحبش يغير او طفل دماغه ناشفه، بندي القاب او عندي او احنا مش عارفين نربيه او ربنا اخوه ما عرفناش نربيه هو. هذه الالفاظ يا دكتوره ايضا عندما تصدر من الوالدين او من المقربين او حتى من المحيطين ايضا هي الفاظ جارحه عندما تصل الى سمع الطفل وهو في سن صغيره. غير اللي هي كمان جارحه، هي
بتهدر من قيمه نمط الطفل اللي انا ممكن يعني الطفل القيادي ده ممكن عند الكبر يبقى شخصيه عظيمه ليها كيان. صحيح. ممكن يطلع طبيب، ممكن يطلع عالم، ممكن يطلع حاجات احنا ما نتخيلهاش لو قعدنا نحبط فيه. الطفل الحركي ده بيبقى فنان، بيبقى طفل عنده في دماغه افكار كتيره، متطور. كل طفل ليه حاجات ممكن نطورها. طيب هذه الأنماط يا دكتورة أو هذه الصفات الموجودة أو شخصية كل طفل، كيف يتفهم الأب والأم أنه هي شخصية الطفل بهذه المسمى؟ يعني في بعض الأهالي مع يعني تفكيرهم مثلا ما يطرش عليه أنه هذه شخصية الأطفال، فيبدأ يحاول يغير من شخصية ابنه أو بنته إلى الشخصية اللي هو حاببها. هو احنا لازم برضو نفرق، يعني لازم الوالدين يقرأوا كتير، يعني لازم يبقوا فاهمين قبل ما ينجبوا طفل لازم يقرأوا ازاي اربي الطفل ده وازاي اعرف شخصية الطفل ايه. مش مجرد انا اتجوزت وعايز اخلف واعمل اسرة واجيب واحد واثنين وتلاتة وبعد كده انسى في وسط التوها اللي انا اربيهم كويس. صحيح. فانا لما ببحث بعرف الفرق ما بين طفل متدلع وطفل هو شخصيته كده. طفل هو عايز يصمم لانه عندي، يعني احنا برضو هنتكلم في السلوكيات، يعني في فرق بين العند والقيادة. العند اللي انا عايز اصر على رأيي هو صح او غلط انا بصر عليه، لكن لو انا قيادي انا يعني بتبنى قضية حتى هي حاجة صغيرة في سن طفل صغير، هو بيتبنى مثلا اللي هو يعمل اللعبة دي بالشكل الفلاني وانا بقول له لا ما تعملهاش عشان ما تبهدلش الدنيا حواليك وهو مصمم يعملها. ده ممكن يكون عنده فكرة او رأي، لكن في طفل هو عايز يعمل وخلاص، هو ولا عنده رأي ولا فكرة، هو اتعود الام والاب يدلعوه ينفذوا له كل رغباته فبالتالي بقى هو ده طبيعته. فاحنا لازم نفهم الفرق ما بين السلوك والنمط. طيب دكتورة، يعني ذكرتي العديد من النقاط المهمة، طيب من خلال كلامك هل نفهم انه مثلا معرفة نمط شخصية الطفل بيسهل من عملية يعني تربية الطفل، وهذه الأنماط هي تؤثر ايضا على شخصية الطفل مستقبلا؟ طبعا طبعا. انا ممكن زي ما قلت كده ان ممكن شخصيتي لما الام والاب ينموها، انا طفل دلوقتي بيسموني مخرب لكن انا مش مخرب، انا مكتشف. انا طفل كل ما بمسك لعبه ببقى عايز افتحها واشوف ايه اللي جواها وارجع تاني اعملها تاني. انا في بيوت كتيره بتقابلني ان هو طفل خراب، بتيجي الام تشتكي اللي ده سلوك. فلما بنبتدي نبحث شويه عن الطفل ده اللي هو طفل مخترع او طفل لو انا قدمت له في كورس معين اللي هو يعيد تصنيع الحاجه هيبقى عنده فكر تاني، فبيبتدي الطفل يطلع مواهبه في الحاجات دي. طفل مثلا حركي بزياده، ثقلت الحركه دي برياضه والطفل تفوق فيها وبقى بطل، فانا كده بجيب اتجاه الحاجه اللي انا مش شايفاها مش صح للطفل لاتجاه تاني خالص، ممكن يطلعه عالم، يطلعه مخترع، يطلعه طبيب، يطلعه معلم. انا اللي بوجه، لكن الطفل لو احبطته ما فيش اي حاجه، يصبح عديم الشخصيه. بالظبط. طيب في ايش ممكن يساعد الاب والام فهم انماط شخصيه ابنائهم او سلوكياتهم؟ طيب احنا دلوقتي التكنولوجيا بقت منفتحه على العالم كله، انا ممكن اعمل سيرش اتفرج على انماط شخصيه الطفل، الجا لمتخصص لو انا مش فاهم كويس، اسال، ما اسالش اللي هم اللي من قديم لكن اسال المتخصصين. دايما بننصح ان احنا نلجا للمتخصص وليس الاقدم. يعني كتير ماما قالت لي، بابا قال لي، تيتا قالت لي، اصله بكره يتكلم، اصله بكره يهدى، اصله بكره، اصله بكره، وبيجي بكره ومش بنلاقي الطفل، بالعكس بيسوق اكتر. فلازم الجا للمتخصص، ابحث في القنوات اللي فيها علم وثقافه ووعي. طيب يا دكتوره انت بحكم عملك يعني ومعالجه، طيب ابرز الحالات التي تصل عندكم الى العياده، هل التأتأة، هل صعوبة مثلا في النطق، هل بتتعاملوا مع هذه الحالات مثلا بوجود أدوية وبعمل مثلا جلسات يومية مثل الفصل الدراسي، تستخدموا أدوات معينة في عملكم لمساعدة الأطفال اللي بيعانوا من صعوبة في النطق؟ للأسف احنا الفترة دي بنعاني من أطفال كتيرة جدا عندها مشاكل في النطق،
ولما بنبحث الأول في القنوات الحسية اللي هي السمع والبصر والفك وكل ما يخص النطق بنلاقيها سليمة. فبنرجع للأسباب، بنلاقي إن البيئة الأولى ما اهتمتش تماما بالطفل، بقى بيتفرج على التلفزيون كتير، موبايل كتير، بيقعد مع الجد أو الجدة، مفيش تواصل، مفيش تواصل مع أحد، مفيش بيئة خصبة اللي أنا أملى خزينة الطفل بمفردات جديدة. فدي أكتر مشاكل بتقابلنا. في بقى مشاكل تانية بتبقى هي أصلا زي الاضطرابات العصبية، زي التوحد، زي الطفل اضطراب فرط الحركة اللي هو المرضي، زي بقى الإعاقات المتعددة، الداون سيندروم، الأطفال الشلل الدماغي. بس الأكثر الفترة دي هي الأمراض الجينية والأطفال صعوبات النطق. هل بسبب يا دكتورة زواج الأقارب هو من المشكلات أو أحد المشكلات الرئيسية اللي بتتسبب لإعاقة ذهنية للطفل أو حتى صعوبة في النطق أو في الحركة؟ احنا عندنا يعني عدة مشاكل، في قبل الجواز يعني قبل الإنجاب، وفي أثناء الإنجاب، وفي بعد الإنجاب. يعني في أمهات كتير بتبقى مدخنة أو بتتعاطى حاجات أو بتبقى معصبة كتير، عندها مشاكل، الحاجات دي بتأثر أثناء الولادة. في الأطفال المبتسرين اللي بعد ما بيتولدوا بعد كده بيبقى عندهم نقص في الأكسجين أو عندهم مشاكل. دول كلها أسباب. في أسباب كمان وراثية، الأب والأم من الدرجة الأولى أو حد في العيلة كان نفس المشكلة. في أسباب جينية، في أسباب في الكروموزومات، في مشاكل كتير لازم ألجأ للمتخصص. بمجرد ما الأم تنجب تتجه على طول، وده دلوقتي بيحصل، بيعملوا كشف للسمع والبصر والمخ وكل حاجة، نشوف الطفل ده هيبقى وضعه ايه، لاني بكتشف اللي ممكن طفل يجي عنده مشاكل سمعية ومكتشفينها بعد 5-6 سنين، يعني يكون الوقت طبعاً عدى بيه. قلة وعي، وبيعتقد انه لسه صغير او كده، فأو بكرة بكرة مسألة وقت. طب يا دكتورة، ايش هو السن اللي يبدأ الأهالي من تغيير أنماط سلوكيات أطفالهم الخاطئة مثلا، أو اللي ممكن تسبب لهم بعض المشاكل في المستقبل؟ إحنا بنفهم من سن سنة. يعني الطفل بيبتدي يفهم من سن سنة، بدليل إحنا بنقول له اقعد، بيقعد، هات حاجة، بيجيب حاجة. فهو إدراك الطفل ووعيه بيبدأ من سن السنة. فأنا ببتدي أدي تعليمات صغيرة على حسب نشأة الطفل. يعني لو أنا عودت اللي هو ياخد أي حاجة مش بتاعته، هيطلع طفل بياخد حاجة صحابه وحاجة الناس في المدرسة، ويطلع بعد كده عنده سلوكيات خاطئة. لو عودته وكل حاجة يصرخ فيها ويعيط عشان ألبي احتياجاته بيعمل كده. لكن أنا ببتدي أحط نظام للتربية، ما يبقاش متعسف قوي، خير الأمور الوسط، ولا أعسف الطفل جدا وأبقى شديدة عليه جدا، ولا أكون متساهلة معاه لحد اللي هو يبقى طفل يعني متدلع بزيادة. بالظبط، يبقى الوسط في التربية. واللي أنا برضو ماليش دعوة بمين بيربي ابنه ازاي، يعني ماليش دعوة بصاحبتي جارتي، أنا ليا كل بيت ليه خط أحمر. ممكن البيت يسمح بحاجة البيت التاني ما يسمحش بيها. صحيح. فالبيت بيحط قواعده بناء على قواعد دينية، أسس مادية. ما ينفعش زي ما ابن عمك جاب أنا أجيب، زي ما فلان جاب أنا، لازم كل بيت بيحط أسسه على حسب التكيف بتاعه. طيب دكتور، انت ذكرتي قبل قليل موضوع الاطفال المصابين بالتوحد. طبعا هو الاصابه بالتوحد ليس لها علاج، لكن انتم مثلا ايش بتحاولوا من خلال مراكزكم المتخصصه؟ يعني مثلا هل كل طفل مصاب بالتوحد عنده مواهب، وانه يجب صقل هذه المواهب وتوجيه التوجيه السليم؟ طيب، اول حاجه ما ينفعش اقول كلمه توحد عشوائي. يعني كتير بيجي تشخيص من الخارج ان الطفل ده توحد، وبيعدي سنه من التدريب بنلاقي الطفل بيخف. لا، هو مش مريض عشان يخف، هو طفل بيعاني من اضطراب عصبي، ولازم يكون عندي مجموعة من البنود متوفرة قدامي أقدر أقول ده توحد بناء على مقياس. ما أقدرش أقول كده ارتجالي إن الطفل ده أبص عليه ده توحد، ده فرط حركة. لا، أنا عندي مقاييس مقننة بطبقها على الطفل، وده اللي بيطبقها المتخصص. عشان كده بنقول بلاش نسمع لكلام الناس اللي بره، نلجأ لمتخصصين، والمتخصصين دول هم بيوجهونا. رقم واحد. رقم اتنين، عندي درجات من التوحد. هو دلوقتي مع التشخيص الأحدث للدي اس ام بنقول اللي اسمه اضطراب تيف توحد، يعني
مش اسموش توحد بس، اسمه اضطراب طيف توحد. هي تقريبا لازم دكتورة 7 درجات تقريبا. بالظبط، لازم يتوفر عندي درجات معينه في المقياس. طفل مثلا عنده سلوكيات نمطيه كتير، طفل ما عندوش قدره على التواصل الاجتماعي والتكيف وسط الاخرين، طفل فاقد للغه، طفل بيعاني من ترديد اللغه، طفل ما بيحبش يندمج ولا يتحضن، ولا يعني سمات كتير قوي عندي لازم اطبقها. لو اكتشفت اللي هو توحد اشوف درجته، في درجه بسيطه، درجه متوسطه، درجه شديده. على حسب الدرجه ببتدي اندرج للي تحتها، كل ما اهله اكتر لحد ما يوصل يبقى طفل يكاد يكون قادر يعني يقعد جنب زميله او اللي جنبه في المدرسه، هو قادر يتعامل معاه، قادر طفل ما حدش يستخف بعقله. احنا بنأهله لكده، بنأهله لزماته تخف، ما بقاش ماشيه بيه في الشارع ماله ماله طول ما انا ماشيه. صحيح. طيب يا دكتورة، طبعا كل الأطفال بحاجة للاحتواء بكل أنماطهم وشخصياتهم، لكن أكيد مع هذه الشخصيات أو أيضا هذه الأمراض اللي ممكن يعاني منها الأطفال، في حالات خاصة بيكون الاحتواء لهم أكثر أو بيكون يحتاج لاحتواء يعني أكثر من باقي الأنماط الأخرى. الطفل الخجول، الطفل اللي هو بيتكسف، حساس، بيشتكي من كل حاجة، ما ينفعش أقول له أنت حساس يجي يشتكي لي من حاجة أهمله، أو أقول له أنت كثير الشكوى، أخده في حضني وأطبطب عليه وأسمعه وأحتويه وأسمع شكوته للآخر، وبعد كده أبتدي أدي آرائي لحد ما أثقل شخصيته اللي هي تجمد شوية، ما تبقاش كل حاجة فيها بتشتكي. برضو القيادي محتاج اللي هو يحتوى كل الشخصيات، يعني احنا شخصيا محتاجين نحتوى، يعني الكبار نفسهم محتاجين يحتووا. لو زوج وزوجه ما فيش ما بينهم احتواء بتفشل العلاقه، لو اصدقاء ما فيش ما بينهم الاحتواء بتفشل، فالاحتواء مطلوب في كل انماط الشخصيه. طيب يا دكتوره، هناك بعض الاطفال بيكون عندهم فرط في الحركه بشكل يعني ربنا يشفيهم، وهل انتم كمتخصصين في أدوية معينة، في جلسات معينة يعني بتساعد الطفل على الشفاء من هذا؟ لأنه أعتقد هو مرض فرط الاضطراب، هو بيندرج تحت اضطرابات العصبية. برضو بيتم عمل مقياس لي، والمقياس ده بيقول لي الطفل محتاج علاج سلوكي ولا دوائي. الدوائي في حالات عالية قوي بتلجأ لدوائي، الدوائي لازم طبيب مخ وأعصاب. بيحتاج له فترة طويلة هذا الموضوع؟ وبعدين اضطراب فرط الحركة يعني عند 12 سنة بيقل تماما، يعني كتير بيجوا يعني اباء يقولوا كنا واحنا صغيرين يعني اشقياء جدا. طيب يا دكتور، عفوا، الام للاسف بعض الامهات يعني تتعامل بقسوة مع الطفل اللي عنده فرط حركة، يعني لانه كمان الام هي طاقة فبتستحمل بتستحمل، فبعدين تلجأ الى الصوت العالي للتأنيب، يعني بالزبط. تأنيب الطفل، توبيخه بطريقة يعني، ما هي نصيحتك لهذه الأم؟ نصيحتي ألجأ لمتخصص برضو وأشوف هو عنده اضطراب ولا بيدلع ولا حركي، يعني وفي كلتا الأحوال ما ينفعش ولا أضرب ولا زعق، لكن ممكن أشغله برياضة، أشغله بمهارة معينة يعملها، أنزله دور حضانة، أنزله أكتيفيتي، حاجات كتيرة ممكن الطفل دلوقتي ينشغل فيها. لكن للأسف الأم عشان تخلي الطفل يسكت من الحركة، الموبايل، امسك الموبايل، يقعد على الموبايل بال6-7 ساعات، فيجي الحركة مجرد ما تسحبي منه الموبايل تبقى حركته زي المدمن بالظبط، يعني يمشي يكسر ويزعق ويصرخ، فبنعاني من مشاكل أكتر بعد كده. فأنا بلاش الحلول السهلة، ده نصيحتي لكل الأمهات، حتى لو أنا عندي يعني بشتغل عندي أطفال تانية، أحاول ألاقي حد يساعدني، ألاقي حد يساعدني. ما دلوقتي ضغوط الحياة، أنا بضطر كأم أنزل أشتغل وأربي وفي أمهات سنجل، فبيبقى الموضوع صعب بالنسبة لهم. صحيح. فأنا بلجأ لمختص عشان بس نبقى يعني رافقين بالأم ونبقى عارفين اللي هي ليها دور كبير. لكن في أمهات بتستسهل خالص، ولا بتشتغل ولا بتعمل، وبرده سايباه عقبال ما تعمل الاكل والحاجات. فلا، انا نصيحتي الجأ المتخصص، او انت اقرأي لو انت عندك وعي، وابتدي اشتغلي مع ابنك في انشطه بتساعد على اطاله الوقت، يعني بدل ما انا ما بقعدش دقيقه على بعضها اشتغل في نشاط، لا انا بطول المده. طيب فرط الحركه كيف ممكن نفرق بينه وبين
يعني الحركة الطبيعية للأطفال خاصة في هذا السن المبكر، بيكونوا دائما حابين الحركة واللعب والتكسير، كيف يعني هل في علامات معينة تبين أنه لديه اضطراب؟ اه طبعا، طفل فرط الحركة ملوش مدة يقعد، يعني لما بتيجي أم تقولي ده بيقعد مثلا نص ساعة يذاكر وبعد كده بيتحرك كتير جدا، لا الطفل ده مش فرط حركة. وبعدين لازم أشوف في 3 بنود لفرط الحركة. فرط حركة اندفاعية، تشتت انتباه، هو ماسك أني جهة، يعني هو ممكن ما يكونش بيتحرك لكن متشتت طول ما هو قاعد باصص في السقف، طول ما هو قاعد يجي يكتب حاجة أو يلون يبص في حتة تاني، فده طفل متشتت. أو ممكن يكون عندي انتباه، يعني أنا عندي انتباه بس انتباهي مش على حسب سني، احنا بنحط لكل سنة 5 دقايق، فلو أنا عندي مثلا سنتين يبقى المفروض أقعد تلت ساعة أقعد أعمل نشاط أشتغل فيه من A to Z من أوله لآخره. فأنا بحدد هل هو انتباهه فيه مشكلة ولا هل هو مندفع بيمشي يخبط في الحيطة، يعني أنا مشيت لقيت دي خبطت فيها باجي تاني واخبط فيها، ده طفل فرط حركة اندفاعية. لكن الطفل الواعي الشقي لو خبط مرة ما بيخبطش في التانية، هو خلاص هو مدرك ان ده خطر فما بيعديش بيه. لو هو بيهاب الاب والاب زعق له بيقعد، لكن طفل فرط الحركه لو مين جاله ما بيقعدش. فهو طيب. بيبقى فيه حاجات الارم كده بتقول لي. طب دكتوره، هؤلاء الاطفال مثلا المصابين بفرط الحركه وعندهم اضطرابات، هل يمكن ادماجهم في المدارس العاديه؟ وما دور هذه المدارس، ما هو دور الموجهين الاجتماعيين في احتواء هؤلاء الاطفال؟ لانهم يعني وضعهم داخل الفصل سيكون حساس، ربما يتعرضون للتنمر، للإيذاء النفسي، كيف ممكن المدارس هذه يعني تتعامل مع هؤلاء الأطفال؟ هو احنا ابتدينا يعني أنا من أحلامي طبعا الدمج، إن الطفل بناخده من المركز أو العيادة بندمجه في دور حضانة في الأول بحيث لو هو يتأقلم يقعد في وسط أطفال طبيعيين. الدور بقى بتاع الدولة أو المؤسسات اللي هي تدرب المدرسين المعلمات والمعلمين ازاي يستقبلوا طفل عنده مشاكل، يعني ما ينفعش احطه في اخر الفصل، ما ينفعش اقول له اقعد ورا عشان انت شقي، ده بيزيد، لكن احطه قدامي اديله مهام قياديه، المعلمه تبقى عندها وعي ان هي تبتدي تشد انتباه الطفل ليها، عندها وسائل تعليميه، الطفل يعني جاله حاله ملل، في فرد واقف قدامه بيتكلم وهو مش قادر يستجيب معاه، لكن لو انا حد بشد انتباهك وجايبه ادوات وجايبه حاجات ايضاح وتعليميه اكيد الطفل هينشد. فانا لازم اعلم المعلمه بتاعتي او المعلم ازاي الطفل ده عنده مشاكل انا اتعامل بيها. طيب ذكرت يا دكتوره او دائما ما تكرري انه زياره مختص أو أنه الأم أو حتى المعلم في المدرسة يكون لديه وعي، يعني إيش هي الخطوات مثلا أو إيش الخطوات التي يجب على الأهالي أو حتى المعلمين أنهم يتبعوها في البداية ليتعاملوا مع هؤلاء الأطفال بطريقة ذكية أو بطريقة صحيحة؟ بصي، إحنا دلوقتي عملنا جامعات كتير قوي فيها تربية خاصة، بنؤهل أن يكون على الأقل في 1 أو 2 في كل مدرسة أو حضانة دارس يعني إيه تربية خاصة، فهيقعد مع طفل في الفصل هيبقى عنده خطة تدريبية إزاي يدمج هذا الطفل في المؤسسة دي. فأنا مش هينفع أنا كحد مش دارس اللي أنا أدخل أتعامل من غير ما يكون عندي وعي. لو أنا مش دارس باخد كورس صغير، بتعلم، بقرأ، ببحث وببتدي أطبق، لكن كل حاجة بيبقى ليها خطة، يعني كل طفل كمان مختلف عن التاني، ما ينفعش ان طفل فرط حركة تعمل معاه زي التوحد، طفل إعاقة ذهنية تعمل معاه زي الطفل الطبيعي، كل طفل ليه خطة وبرنامج. طيب يا دكتورة، الجهل أيضا بشخصية الطفل هذا أيضا بيعرضه إلى مشاكل نفسية أكثر مع المحيطين حوله داخل الأسرة؟ اه طبعا. بعد كده بنلاقي الجيل اللي بعده لما بيكون أسرة، ساعات كده بنقول الزوج ده متخاذل، يعني ما بيقومش بمهامه، بيسمع كلام زوجته أكتر، مش ساعات بنلاقي كده كتير، أو صح. كلام مامته أكتر. ده ناتج من إيه؟ إن من وأنا صغير أقول لك كذا تعمل كذا، ما تكسرش كلام ماما زي ما بتقول لك اعمل، بابا زي ما بيقول لك اعمل، ما فيش
مفيش رأي، مفيش تجاوب، مفيش أسمع وجهة نظره وأديله وجهة نظري، فده بيخلي طفل ضعيف الشخصية، يا إما طفل صورة عكسية للصورة الضعيفة، فبيبقى حد عدواني جدا، عنيف، عايز يطبق وجهة نظره بالعنف وخلاص. فأنا بإيديا أحول شخصية عدوانية غير مؤثرة في المجتمع، وبإيديا أطلع شخصية مؤثرة جدا في المجتمع. طيب يا دكتورة مريم، إيش هي النصائح اللي ممكن نوجهها للأهالي في كيفية التعامل مع الأنماط المختلفة للأطفال والسلوكيات المختلفة للأطفال أيضا؟ أنا رأيي الأم تدي للطفل واجباته في الحب، يعني الأم والأب، يعني إحنا عندنا في حاجة اسمها لغات الحب الخمسة، من ضمنهم العناق، من ضمنهم الهدايا، من ضمنهم الكلام الإيجابي، من ضمنهم وأهمهم الوقت الثمين. يعني إيه وقت ثمين؟ يعني حضرتك دلوقتي قاعدة بتسمعيني، مفيش حضرتك تقومي وتسيبيني، صح. أنا لازم أسمع طفلي، ولا أنشغل بتليفون، ولا أنشغل بأكل، ولا أنشغل بأي حاجة بعملها في حياتي، غير بس اللي أنا أبتدي أسمع طفلي، وده هيخليه بعد كده يسمع غيره ويسمع زوجته وتسمع زوجها وتسمع صاحبتها. احنا اللي بنؤثر التأثير الأول والأخير في حياة أطفالنا. فأول حاجة الوقت الثمين، تاني حاجة الأسس والمبادئ الدينية والثقافية، وما ينفعش نعمل زي أي حد، ما ينفعش نتعلم زي أي حد، ما ينفعش أروح مكان ألاقي كل الناس بتعمل سلوكيات أنا مش طبيعتي وأبتدي أقلدها. ده اللي بيخلي فيه طفل متراخي، رايح كده وجاي كده. لا، أنا بأسس منذ الصغر في البيت يعني إيه قعدة عائلية، يعني إيه أسمعك وتسمعني، يعني إيه أحبك وأدللك وألبيلك احتياجاتك في إطار معين مسموح. بالضبط. هل بتصلكم يا دكتورة مريم مثلا حالات مثلا توأم بيكون مصابين بمثلا باضطرابات معينة، وهل هناك قواسم مشتركة بين هؤلاء التوأم؟ يعني هل ممكن يتشافوا في نفس الوقت، ولا بتختلف شخصية كل طفل أو مرض كل شخص عن الآخر وهم توأم؟ هو أغلبية التوائم بيبقى في طرف فيهم في مشكلة، وغالبا بيبقى الولد، يعني عندنا الولد بيبقى مصاب شوية عن البنات، نسبة إعاقات الولاد ومشاكله أكتر من البنات. بالظبط. يعني بنلاقي مثلا ما بين 5 توائم في 3 عندهم مشاكل، وبنلاقي بنكتشفه طبعا منذ الولاده، لو احنا عملنا تشيك اب عليه من الولاده بنعرف ايه مشاكلهم، وبنبتدي بقى نلجا برضو ونشتغل. في حاجه اسمها تدخل مبكر دلوقتي، بيبتدي من سن 7 شهور، وببتدي اعمل الطفل زي حاجات كده بسيطه في البيت، ادراك وانتباه وباصص معايا رايح جاي، حد فتح الباب يسمعه ويروح له. في اطفال بتبقى في حته تانية خالص، اصل هي هاديه، لا ده مش هدوء، ده عدم ادراك. فلو انا اكتشفت وهم صغيرين عدم ادراكهم ببتدي اعمل تدخل مبكر، يا اما الام في البيت يا اما برضو تلجا لحد مختص بيفهم اكتر. طيب ايضا يا دكتوره، اغلب الامهات خاصه مع اطفالهم مثلا في المدارس دائما لديهم قاعده انه اذا ضربك رد عليه، انه ما تسكتش عن 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 حقك. هل هذا ممكن يغير سلوك الطفل لسلوك عدواني صعب التغيير مثلا مع الوقت؟ هو ده بيعلم الطفل يعني العدوانية، ضعف الشخصية، لأنه مش قادر يعبر ببقه، يعني مش قادر يعبر بطريقة معينة اللي هو يقول له ما تضربنيش. يعني احنا الأول بنعلم الطفل يعمل حاجة دفاعية اللي هو يبقى في ما بينه وما بين الطرف العدواني مسافة، لازم يحط إيده ومش يزقه، لكن يعني يمنعه اللي هو يضربه يبقى. لأنه بمجرد يبص في عينه، لأنه بمجرد ما الطرف التاني لقى اللي ده قوي بعد عنه، لكن هو دايما بيلجأ للعدوان مع الطفل المتساهل الضعيف، ولو لقاه بيعيط أو بيشتكي أو بيرجع يضربه بيكمل تاني. فاحنا بنقول له دايما خد مسافه، دافع عن نفسك بصوتك، قول له ما تضربنيش، بتضربني ليه؟ لو انا طفل صغير بلجا للي موجود في المكان، المعلمه، الام، ولازم ما تكونش الام لو هو طفل صغير واخوه الكبير بيضربوا بعض ما تقولش الكبير اصل هو صغير، يعني ما ينفعش اقول له اصل هو صغير، لا هو غلطان، يعني حتى لو هو صغير ولسه، بس بقول له لا ما تضربش اخوك. ما هو بعض الاباء يا دكتوره بيحمل اخطاء الصغار يحملها على الابن الاكبر دائما. بالظبط، واقول له اصل اخوك، لا خد بالك منه، اصل انت راجل، اصل انت ما تعيطش، اصل انت مامته، بتحملي مسؤوليه. الكلام ده خالص، هم لسه اطفال، ولا انت مامته ولا بابا، انت لسه اخته. صح.
طيب يا دكتورة مريم، طبعا جميعنا يعلم بأنه أيضا هناك مساوئ كثيرة للاستخدام المفرط للأجهزة الذكية يعني لدى الأطفال. هل ممكن أنه أنا أطوع هذا الجهاز، أطوع هذا التليفون، وأساهم في علاج الأطفال من الاضطرابات التي يعني يصابون بها؟ يعني هل هو أحد الوسائل، هل ممكن أن يكون أحد الوسائل العلاجية لذلك؟ الموبايل يبقى علاج يعني؟ دي بنلجأ فيها للأطفال الكبار اللي هو بيبقى خلاص لغتهم اكتملت، يعني انتباههم كامل. لكن ما ينفعش طفل لغته ما اكتملتش علمه بالموبايل، يبقى أنا كده ما عملتش حاجة. لكن هو لغة استقبالية وتعبيرية، يعني أنا بكلم حضرتك، حضرتك بترد علي، أنا بسكت، حضرتك بتتكلم، يعني في كونتاكت ما بيننا رايح جاي. لكن لو أنا جبت لك موبايل واشتغلت عليه، يبقى أنا كده ممكن أزود المشكلة، ما عملتش الحاجة اللي أنا عايزة أوصلها. لكن لو طفل كبير ممكن أعلمه عن طريق الموبايل، عن طريق الرسم، عن طريق الموسيقى، ليه لأ؟ جميل. يعني هذه الأنشطة اللي أنت ذكرتها ممكن أيضا يعني تبعد الطفل قليلا عن التوتر أو عن الانطواء. يعني نلاحظ أن هناك أطفال مبدعين، مثلا هم مصابين باضطرابات معينة، لكن تجديهم في الرسم ما شاء الله عليهم، في الميوزك أيضا بيمارسوا الرياضة مثل أطفال السباحة. التوحد كمان بيبقى عندهم مهارات عالية جدا، الأداء البصري بتاعهم عالي، السمعي عالي، ولما بيندمجوا في رياضة بيطلعوا أبطال. وأطفال الداون سندروم حلوين جدا جدا، وبيكادوا يكونوا طبيعيين، يعني كل حاجة عندهم ممتازة. يعني الاستثمار الصحيح ليهم هو الأفضل. معلومات جميلة اليوم ذكرتها الدكتورة مريم، ونتمنى أنه يعني ربات البيوت وبالذات أيضا الأمهات يكونوا قد استفادوا من هذه النصائح الجميلة، أنه الطفل هو كائن حساس يجب أن نتعامل معه أيضا يعني بحذر. صحيح. وبلطف، أنه ما فيش داعي أيضا لاستخدام العصبية والألفاظ الجارحة من قبل بعض أولياء الأمور. دكتورة مريم كنت ضيفة عزيزة علينا خلال هذا الصباح، وبركت جهودك. شكرا. ونتمنى لك المزيد من التألق بإذن الله تعالى. شكرا. وشكرا جزيلا لك. شكرا دكتورة مريم. طبعا أعزائي المشاهدين، الطفل هو عامة يظل مرهف الحس، وهو أيضا يحتاج إلى أن نسمعه. الطفل دائما هو عطوف ودود، علينا أن نفهمه وأن نقدر أيضا مشاعره، لكن يبدو أنه أكثر حساسية للنقد والتجريح والأكثر شكوى. لكن علينا أن نستوعب هذا الطفل بأحلامه، بمشاكله، بمسائه، يظل هو جزء. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وطبعا ننتقل إلى الملفات. نبدأ بالمنوعات. إذا كان الطفل يغلبه الخجل أمام الناس ويتملكه الارتباك والعصبية حين يكون موضع اهتمام من حوله، فلا قلق من ذلك. فهو أما ما يعاني من حالة طبيعية حسب سنه أو في حالة مرضية، لكن باتباع إرشادات بسيطة يمكن إنقاذه منها. وأول الخطوات لإنقاذ الطفل من هذه الحالة هي أن يعرف الوالدان معنى وإشارات وعلامات الخجل ومتى يكون طبيعيا أو مرضيا. ومن أهم الأسباب التي تدفع الطفل للخجل منها عوامل وراثية، اكتساب السلوك من الأبوين والبيئة المحيطة، أو التعرض للتنمر أو الانتقادات اللاذعة. ومن السلوكيات التي يحسها الشخص الخجول في نفسه حينها وتثير قلق أسرته، تقول أيضا المتخصصين في هذا الجوانب، لا يستطيع التعبير عن نفسه خلال المقابلات الشخصية، لا يستطيع أيضا إبداء رأيه، ويظل انطوائيا ويفضل العزلة. وبيبدأ دور الأهل قبل عمر العامين بإشراك الطفل في أنشطة بيتحدث وبيعبر خلالها عن نفسه، مثلا زيارة الأهل والمعارف للتعامل مع أطفال في نفس عمره، تعريضه للتعامل مع الأطفال في الملاهي والملاعب والحفلات الجماعية، أو إلحاق الطفل بنشاط مثل الألعاب الجماعية ورياضيات، مثلا تنمية مهاراته مثل الرسم والتلوين أو الطبخ، ليشعر من خلال الإبداع بأهميته وتصويره، وهو ما يقوم به الطفل. أيضا نطلب من الطفل عرض مهاراته أمام من حوله مثل الغناء أو يحكي قصة، وأيضا على الأم أن تكافئه على ذلك وعدم انتقاده أمام الناس أو تخويفه أو حتى عقابه على كل خطأ يقوم به. ومن المنوعات إلى الملف الطبي، حيث يمكن الوقاية من مرض القولون.
العصبي عن طريق القيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم، إذ تساعد الرياضة على تحفيز انقباضات القولون مما يساعد في تنظيم الحركة الطبيعية للأمعاء. تساعد أيضا الرياضة على تقليل من المشاعر السلبية مثل الاكتئاب والتوتر المرافقة للقولون العصبي، بالإضافة للتقليل من الأطعمة التي تسبب الغازات وتناول الطعام في أوقات منتظمة، أيضا التقليل من المشروبات الغازية وتجنب الأدوية التي تسبب الإمساك أو الإسهال. طبعا بنشوف في حراك فني نسوي يعني من بلقيس إلى فاطمة، أكيد خاصة بعد موسم الأعياد بتبدأ الأغاني الجديدة الخاصة طبعا بفصل الصيف. أعزائي المشاهدين، أيضا أحيا الفنان عمرو ياسين والفنانة هاجر النعمان في مهرجان ليالي عدن وما أحلى مدينة عدن الذي يقام على مسرح وعد خصيصا لهذا الحدث، وشهد ملعب الحبيشي خلال الأيام الماضية وبرعاية كريمة من وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس وتنظيم مكتب الثقافة بعدن. استمر المهرجان على مدى 3 أيام وبمشاركة نخبة من ألمع الفنانين من داخل وخارج البلاد، وتخللوا عدد من الفقرات الاستعراضية والفلكلورية والألعاب النارية أيضا، وسجل نجاح كبير. وفي كانت إعادة العاصمة عدن الحضور الفني والثقافي الإبداعي اللي من شأنه بيعيد لعدن مدينتها وجماليتها ووهجها التنويري. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة حكاية. هذه الفقرة لهذا اليوم هنتكلم فيها عن مبادرة معنية بالأطفال بتهتم بهم، تقدم لهم الخدمات، وهذه المبادرات قليلة في مجتمعنا اليمني في الداخل، فجميل أن نجدها طبعا خارج اليمن. مبادرة أمجاد اليمن متواجدة هنا في مصر لخدمة الطفل اليمني في القاهرة. كثير أيضا من الأنشطة والفعاليات قامت بهذه المبادرة التي سوف نتعرف عليها في الفيديو التالي، ثم نعود لضيفنا في الاستديو لاستكمال أو بدء الحوار معه. ابقوا معنا. طبعا هذه المبادرات هي مبادرات جميلة ورائعة تقوم على خدمة أفراد الجالية هنا في القاهرة. طبعا كل الشكر والتقدير موصول لرئيس المبادرة المهندس أو المسؤول عليه المهندس جمال الشلال الذي يقوم بجهود رائعة جدا من خلال الأنشطة التي تقام عبر هذه المبادرة. طبعا بيعلموا العديد من الشباب اللغة الإنجليزية، أيضا الفتيات التطريز والخياطة، وأيضا إقامة الدورات التدريبية في العديد من المجالات. نتابع هذا الفيديو ثم نعود إليكم. ما فيش فيديو، ما فيش مشكلة. طبعا يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو عماد الدين منصور وهو مسؤول الخدمات التعليمية بمبادرة أمجاد اليمن. مرحبا بك أستاذ عماد ومنور الاستوديو. أهلا وسهلا بكرم، النور نوركم. طبعا تفضل. شكرا لاستضافتكم لنا في الاستوديو. واجب. طبعا في الاول دعني اقدم بس نبدا مختصره او مقدمه عن المبادره. فضل. طبعا هي مبادره امجاد اليمن هي مبادره يمنيه اسست في عام 2019 على يد الاستاذ جمال الشلالي. طبعا نحن مجموعه من الاكاديميين والخريجين، رسالتنا ان احنا نوصل لمجتمع واعي يتمتع بمسؤولية اجتماعية من خلال التدريب والتأهيل عندنا في المبادرة. فنحن طبعا بنقدم الكثير من الخدمات، يعني عندنا خدمات قانونية، بنقدم خدمات قانونية، خدمات صحية، بنقدم برضو خدمات الدعم النفسي، خدمات للطفل والمرأة. كذلك نحن في الأيام القادمة إن شاء الله بنكون في عندنا قافلة طبية. طبعا القافلة الطبية هي عبارة عن يعني مجموعة من الدكاترة والاستشاريين، بيكون في عندنا يعني نوع من زي ما تقول كشوفات مجانية للمرضى يعني. طيب خلينا قبل ما نبدأ معك كيف تأسست وإيش أهدافها أيضا نشاهد الفيديو ونعود لكم. Tell him why. Open your eyes.
honey. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. شفنا يا سمر لعبة الكراسي ذكرتنا أنه إحنا كمان لعبناها وإحنا أطفال يعني. أيام زمان. أستاذ عماد، شفنا طبعا في الفيديو الأنشطة اللي بتقدم للأطفال، وذكرت قبل ما نشاهد الفيديو أنه كيف تأسست والفكرة كيف جتكم لتأسيس هذه المبادرة. متى تأسست المبادرة وإيش كان الهدف من تأسيس مبادرة بهذا؟ بالضبط، هي المبادرة أسست كما ذكرنا في عام 2019 في شهر مارس. طبعا فكرة المبادرة هي جاءت، طبعا معروف انه هنا القالية اليمنية كثرت في مصر، فطبعا في كثير من الصعوبات التي واجهها اليمنيين المغتربين، يعني سواء كانوا جايين من اليمن او من اي يعني دول ثانية الى مصر، فيواجهوا بعض من الصعوبات في الاندماج او حتى في التعايش مع يعني في البيئة المصرية، رغم انه البيئة المصرية يعني فيها نوع كبير من التشابه بينها وبين صحيح. الثقافة اليمنية، لكن في بعض الحالات خصوصا للأطفال يعني بيواجهوا بعض من الصعوبات في التأقلم، يعني بسبب التغير مسألة اللهجة أيضا يا سلام. بالضبط، مسألة اللهجة يعني تشكل يعني نوع من الحاجز، بحيث أن الطفل ما يقدر أنه يندمج يعبر. أو بالضبط. فإحنا من هذا المنطلق إحنا جاءت فكرة المبادرة، ان احنا نحاول ان نخلي الاطفال يحسوا انهم ايش ببيئة على الاقل نقول مشابهة للبيئة اللي كان متعود عليها. طبعا الحل هنا مش ان احنا ننشأ يعني زي الكوميونتي او مجتمع يعني نكون محصورين فيه، طبعا احنا نعمل زي الكوميونتي صغير، بس بنفس الوقت نحاول ان احنا نخرج الطفل الى بحيث انه يقدر، لانه بشكل او باخر يعني الان او بكره هو الطفل هذا بيضطر انه يتعامل مع المجتمع، فنحن نحاول ان احنا شويه شويه ان احنا نحاول انه يخرجه يتعود على الطفل التعامل مع المجتمع بالضبط. الاخر. طيب استاذ عماد، يعني انتم بتقوموا بهذه المبادرات، هل هي مبادرات طوعيه ولا مثلا الاهالي بيدفعوا رسوم رمزيه عليها؟ طبعا هي المبادره تقدم الكثير من الخدمات، نسبه كبيره منها هي تطوعية ومجانية، لكن في بعض الحالات يعني بيكون في هناك نوع من الرسوم الرمزية، بس يعني هي مثلا تكون لرسوم تشغيلية، او احيانا تكون في ماتيريال نحتاج ان احنا يعني ندفع عليها، ف يعني نحتاج ان احنا يكون في بس يعني رسوم رمزية. بالضبط. طيب الأنشطة اللي بتقدم لجميع الأطفال، صحيح يعني مثلا مش أطفال معينة بتعاني مثلا من توحد أو من أشياء معينة، بتقدم للجميع صح؟ بالضبط. طبعا إحنا في يعني في بعض حالات خاصة نحن بنتعاون مع منظمات ثانية، اللي هم يعني مثلا الأطفال اللي هم عندهم زي ما تقول لهم ظروف خاصة أو الاحتياجات الخاصة، طبعا بالتعاون مع منظمات أخرى في معنا برامج معينة، حتى في عندنا بالتعاون مع منظمة بيستك في بعض البرامج اللي يعني مستقبلا بيكون في معانا نوع من الشراكة، بحيث انه ايش نحاول حتى مش بس حتى الاطفال، حتى اللي هم كبار اللي عندهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ان احنا نحاول ان احنا نخليهم ايش يندمجوا في المجتمع، ويعني يقدروا انهم حتى نعملهم نوع من التدريب، احيانا في بعض الاحيان توفير بعض من فرص العمل، يعني بحيث انه
يكون هذا الشخص منتج ويقدر يعيل نفسه. طبعا عادة لنقطة الطفل هنا، طبعا احنا في كثير من الامور اللي نقدمها طبعا حتى بالتعاون مع منظمة انقاذ الطفولة، في معنا مسألة اللي هي الاطفال المتسربين من المدارس. طبعا الاطفال المتسربين من المدارس يعني الطفل اللي ما يقدرش انه مثلا يدفع اللي هو رسوم ايوه بالذات هنا في مصر، يعني الرسوم في المدارس اليمنيه وكذا. فاحيانا طبعا في غالب الاوقات تكون الاسباب ماديه يعني بحته، فنحاول ان احنا قدر المستطاع اول حاجه طبعا نعمل دراسه حاله ونشوف يعني مدى يعني مدى احتياج الطفل لهذا التمويل، بعدين ان احنا نحاول ان احنا نحوله الى الجهات المعنيه اللي ممكن انها تدفع له الرسوم وتحاول انها تلحقه في المدارس الخاصه. طبعا اذا كان حتى سواء كان الطفل يعني طفل عادي او ذوي احتياجات خاصه. طيب يا عماد، انتوا ايش ابرز الخدمات التعليميه اللي بتقدموها انتوا داخل هذه المبادره للجاليه اليمنيه؟ بالضبط، نحن الخدمات التعليمية لدينا العديد من الخدمات التعليمية، منها خدمات عندنا أول حاجة قسم للغة الإنجليزية، وهو يعني مثلا في معنى عديد من الدورات، مثلا أول حاجة دورات لغة إنجليزية عادية يعني بمنهج معين وهكذا، منهج أمريكي ومعتمد وإلى آخره. وعندنا برضو دورات محادثة يعني للطلاب، اللي هم في بعض الطلاب يعني يكونوا بس حابين إنهم يتعلموا كيفية المحادثة مش اللغة ككل، فعندنا برضو هذه الدورات. وعندنا برضو اللي هي الدورات في الآن حاليا يعني نشهد في موجة من السفر لليمنيين، فبسبب يعني الأوضاع يعني الصعبة اللي تمر بها البلاد، فنشوف إنه في ناس كثير بيحاولوا يسافروا. فطبعا لأن مصر هي المنطقة الآمنة للمصريين، فتلاقي لليمنيين فتلاقي إنهم يعني يجوا لمصر هنا ويحاول يعني نقطة انطلاقهم من هنا. فإحنا عندنا دورات اللي هي نحاول أن إحنا إيش نجهز هذا الشخص اللي حابب إنه يسافر، سواء كان كمهاجر أو كدراسة أو كأي شيء. عندنا دورات يعني نجهزه كيف بيتعامل مثلا لما بيسافر لدولة ما تتكلم لغة عربية، كيف يتعامل طريقة تقديمه إلى السفارة وهذه الأمور كلها. طبعا هذه من ناحية اللغة الإنجليزية. برضو إحنا عندنا الآن برنامج اللي هو برنامج صيفي اسمه برنامج القائد الصغير. طبعا هذا البرنامج مخصص طبعا للأطفال من سن تقريبا 5-7 سنين إلى 12 سنة. هذا يعتبر زي البرنامج الصيفي، يعني نقدم للأطفال برامج بحيث إنه هذا البرامج طبعا تحت خبراء ويعني ناس متمكنين بهذه الأمور. هذه البرامج يعني تساعد في تنمية مهارة الطفل، منها تعديل السلوك، منها تعديل سلوك الطفل، يعني بعض الألعاب الترفيهية اللي كل ما يحتاجه الطفل. بالضبط. طيب هل في شروط معينة مثلا لقبول الأطفال، سن معين، شروط عامة معينة؟ هي الشروط بس اشتراط السن طبعا. يعني في حالة يعني في بعض الحالات احنا نقسم، يعني لما يكون في فئات عمرية متقاربة فنحاول ان احنا نقسم، يعني مثلا اللي هم صغار يكونوا مع بعض. فطبعا هنا احنا عندنا برضو بنعمل رحلات ترفيهية للأطفال نهاية كل أسبوع. هذه الرحلات الترفيهية طبعا مهمة جدا، يعني تنمي الحس الإدراكي لدى الطفل وحس الاكتشاف والتفكير، بحيث ان احنا ايش يعني ممكن نعمل لهم نشاطات رياضية، يعني دوريات كرة قدم. وللعلم يعني حتى دوريات كرة القدم هذه نعملها على مدى أطول، يعني سواء كان في داخل برنامج القائد الصغير أو حتى خارج البرنامج، يعني حتى للكبار. فنحن عندنا مسألة الرياضة هذه مهم يعني جدا، أيوة نشتغل عليها دائما. طيب أستاذ عماد، طبعا مبادرة عميودة لمن هي من المبادرات الناجحة فعلا داخل القاهرة ومشهود لها بنجاحها في تقديم الخدمات لأبناء الجالية. طيب أنتوا أيضا موجودين في أرض اللواء، ما فكرتوش أنه توسعوا يعني من أنشطتكم لتشمل بعض المناطق داخل القاهرة مثل فيصل، الدقي، أول العرام؟ سؤال جميل جدا صراحة، كأنك قارئ أفكارنا. نحن طبعا مستقبلا
عندنا ان شاء الله نحابب ان احنا نتوصل نتوسع ونوصل الى مناطق ثانيه. جميل. طبعا هي بدانا في ارض اللواء لان يعني طبعا هي مش بس لليمنيين، للمهاجرين حتى من جميع الجنسيات. طبعا حتى التسجيل في البرامج عندنا ما يشترطش انه بس لكل الجنسيات، ايوه سواء كانوا من الاشقاء السودانيين او اي جنسيه او السوريين او اي جنسيات اخرى. فاحنا ان شاء الله مستقبلا احنا حاطين هذا يعني في اون تو دو ان ذا توب اوف ذا تو دو ليست، يعني معنا كده من هذه الامور احنا حاول ان احنا نتوسع ان شاء الله نروح لاماكن ثانيه فيها يعني يمنيين او مهاجرين او احتياجات اكثر. بالضبط. طيب يا استاذ عماد، اكيد في هذه المبادره طبعا وكل الخدمات اللي بتقدمها او الانشطه، اكيد اذا ما فيش صعوبات تواجهكم اكيد في احتياجات انتم بتطلبوها من المسؤولين مثلا. احنا طبعا هنا في صعوبات، نحن من في بعض الصعوبات اللي نحن نواجهها مثلا قلة الوعي. مثلا هذا البرنامج الصيفي هو مهم تمام، او بشكل عام اي برامج صيفية لازم ولي امر او الاب والام لازم يستغلوا هذه الفترة. طبعا هنا الان طبعا عندنا في فترة اجازة صيفية ولازم تستغل، الطفل لازم يشغل، يعني لانه في بعض الحالات طبعا مرة انا واجهتنا حالة انه في كان عندي طالب كان عنده بعض المشاكل النفسية. طبعا لما تحاول انك تجلس معه وتتكلم معه، طبعا هو اصلا في اول مره لما تاخذ طفل وتتكلم معه اصعب مرحله هي مرحله الثقه. صحيح. لازم تكتسب مرحله ثقه الطفل. بعد ما تكتسب ثقته وحاولنا انه نجلس معه وهكذا شفنا انه الطفل هذا حتى انه كان يمر ب يعني زي ما تقول ديبريشن، حاله اكتئاب. ايوه، فاتضح انه بسبب تغير انه كان في مجتمع كان هو فيها في اليمن وقلها هنا، فما قدرش انه يتأقلم. ايوه، وكان عنده حتى لدرجه انه اذكر في مره من المرات قال لي انه في عنده بعض من اللي يسموها suicidal thoughts، يعني افكار انتحاريه، وهذه شيء جدا جدا يعني خطيره. فانت لما تشغل الطفل رغم انه هو يعني ايوه هو صحيح. عمره تقريبا كان 13 الى 15 سنه على ما اتذكر، بحاجة إلى اندماج في المجتمع وايضا. بالضبط. فهو لما بينشغل يعني من هذه الافكار السوداويه. بالضبط، فهو لما بينشغل بحاجه مهمه تنمي قدراته، بنفس الوقت يتعرف على افراد ثانيين يمروا بنفس التجربه اللي هو يمر فيها، في هذه الامور هنا تخلقنا للطفل بالذات. يعني الان الطفل هم الاطفال الان هم القاده المستقبليين. صحيح، هم قاده المستقبل ان شاء الله. صحيح. فلازم ان احنا يعني عشان كذا احنا حتى عندنا البرامج دائما نبدا بالبرامج الخاصه بالاطفال، نركز عليها بشكل كبير لانه لازم نخلي الطفل يكون عنده القدره حتى انه ايوه. بركة جهودكم الاستاذ عماد الدين منصور مسؤول خدمات التعليم بمبادرة أمجد الإمام، مسرور جدا بوجودك معنا خلال فقرة حكاية لهذا الصباح، ونتمنى إن شاء الله تتوسع هذه المبادرات ونشاهدها في أكثر من منطقة. طبعا أكيد، ونحن فخورين بك كشاب يمني يعمل بهذه الأعمال الطوعية. شكرا جزيلا لك عماد. شكرا لكم. وصلنا يا سمر إلى الختام. وصلنا إلى ختام حلقتنا وقتنا معكم مشاهدينا، نلقاكم الحلقة القادمة بمواضيع وفقرات متنوعة جديدة في رعاية الله. وأتمنى أن تكونوا أيضا قضيتم معنا وقت جميل كما ذكرت سمر. بإذن الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة مع ضيوف ومواضيع أيضا جديدة في أمان الله.